بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: في القرآن كله عظيم، سؤالي: هل هناك فرق بين السور في التفضيل والأجر، أم أن هذه السور في منزلة واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القرآن كله فيه فضل عظيم، لأنه كلام الله عز وجل، أفضل الكلام، أفضل الكلام كلام الله عز وجل، له فضل عظيم. ولكن هناك سور وهناك آيات مخصصة بالفضل بحسب الأدلة الواردة فيها، مثل آية الكرسي، مثل سورة الإخلاص، مثل سورة الفاتحة، المعوذتين. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى يقول: أرجو أن تفسروها، ولماذا بدأت بهذا الاسم طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هذه حروف مقطعة، طه حروف مقطعة، مثل ياء سين، مثل ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة ابتدأوا بها بعض السور، وليس ذلك من أسماء الرسول كما يتوهمه بعض الجهال، ليس اسما، وإنما هو حرفان مقطعان افتتحت بهما سورة طه. فذلك يا سين هذا ليس اسما، إنما هو يا سين، يا هذا حرف، سين حرف، حروف مقطعة في بداية هاتين السورتين، فيجب التنبه لذلك، ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن فيه سور مبدوءة بالحروف المقطعة من حرف واحد أو أكثر، والله أعلم بمراده. ولكن هناك من العلماء شيخ الإسلام بن تيمية من يقول إن هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، إعجاز القرآن، أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف وأمثالها، وأنتم تنطقون بها، تتخاطبون بها، ولم تقدروا على أن تأتوا بشيء يشبه القرآن، ولا بآية ولا بسورة. هذا إشارة إلى الإعجاز، ولذلك يأتي بعد كل حروف مقطعة ذكر للقرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا سافرت في أيام رمضان إلى العمرة، هل أفطر؟ سافر بالطيارة، هل أفطر أم أصوم؟ يجوز لك هذا وهذا، يجوز لك أن تفطر نظرا لأنك مسافر، والإفطار أفضل للمسافر، ويجوز أن تصوم. نعم. يقول: هل تختلف صلاة التراويح والقيام، وما الفرق بين التراويح والقيام؟ لا فرق بينهما، تراويح من القيام، تراويح من القيام، لكنها مخصوصة بشهر رمضان، وأما القيام فإنه عام لرمضان وغيره، قيام الليل أو شيء من الليل هذا عام في رمضان وفي غيره، أما صلاة التراويح فإنها خاصة بشهر رمضان. نعم. ما الحكم الشرعي في نظركم الشيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟ التأمين لا يجوز بجميع، التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز نشر ردود العلماء على المخالفين عن طريق الإنترنت؟ ردود العلماء لابد من فحص الرد والنظر إلى مؤلفه، هناك ردود قد لا تكون على مستوى المطلوب من المتعالمين أو طلاب العلم خصوصا في هذا الوقت، لابد أن يفحص الرد، لأن يعرض على العلماء، فإذا أشاروا بطباعته ونشره فإنه ينشر. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما خطر الابتداع، وهل من توجيه من فضيلتكم، وإلى كم من
ينقسم هذا الابتداع؟ الابتداع هو إحداث شيء في الدين ليس منه، هذا هو الابتداع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. البدع ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مردود. المبتدع مردود عليه عمله مهما كلف نفسه، وهو آثم فيه وليس مأجورا. فيجب اجتناب البدع والمحدثات وتعلم السنة والعمل بها، وفيها الكفاية وفيها الخير إن شاء الله. نعم. هذا السائل يقول: هل النجاشي من الصحابة؟ النجاشي رحمه الله من التابعين، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما من آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يره فإنه يكون من التابعين لا من الصحابة. نعم. يقول: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهب أنتم برسول الله؟ هذا لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم مغانم حنين، وأعطى المؤلفة قلوبهم ليرغبهم في الإسلام، وترك الأنصار لم يعطهم شيئا لقوة الإيمان في قلوبهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى تأليف، وجد بعضهم في نفسه شيئا من ذلك، فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فأقنعهم، قال: هؤلاء يذهبون بالشاة والبعير، باب التأليف لهم، وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه ومحبته لكم ومحبتكم له، فهذا يكفيكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن في بلد نصلي خلف إمام يجيز زيارة قبور الأولياء والصالحين والدعاء لهم والتبرك بمقاماتهم، هل يجوز لنا ذلك؟ هذا مشرك، ولا تصح صلاته ولا تصح إمامته. إذا كان يجيز الاستغاثة بالأموات وزيارة القبور لأجل تبرك بها فهذا مشرك والعياذ بالله، ولا تجوز الصلاة، لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه. نعم. يقول: حدثوني عن التيمم وعن صفته، ومتى نلجأ للتيمم مأجورين؟ تيمم للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء، وللمسافر الذي لم يجد ماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم هو ضرب التراب الطهور ببطون الكفين ومسح الوجه بأصابعه، ومسح الكفين بعضهما بالراحة بعضهما ببعض بالراحتين ضربة واحدة، وهذا هو الأفضل، ويجوز بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو بدل الطهور بالماء، وذلك للمريض الذي عليه مشقة من استعمال الماء أو من عادم الماء أو الذي معه ماء قليل لا يكفي لطهارته وحاجته، فيقدم الحاجة ويتيمم للطهارة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: صليت صلاة الاستسقاء في المسجد، ثم رجعت إلى المدرسة التي أدرس فيها، وطلبت مني الإدارة الصلاة بطلاب وهم من المرحلة الابتدائية، والمسجد بعيد عنهم، فهل يجوز لي الصلاة بهم مع العلم بأنني صليت مع الجامع؟ يجوز لك هذا. ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويصلي بأصحابه، دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: بالنسبة لخروج المذي من الرجل، هل يعتبر جنبا؟ خروج المذي لا يعتبر جنابة، وإنما هو نجاسة مخففة، ينضحها بالماء، نضح يرشها. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟ نعم، الأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم وقطيع
قطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يجوز أن أعطي الزكاة لجدتي وهي أرملة؟ لا، زكاتك لا تجوز لجدتك، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، لأنها لا تحل زكاة الشخص لوالديه ولا لأجداده وجداته، لأنه يجب أن ينفق عليهم إذا كانوا معسرين وهو غني، يجب عليه نفقتهم، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. هذا يسأل يقول: العمل في مؤسسة مقاولات ورأس مالها مشكوك فيه فضيلة الشيخ، يقول: بالنسبة للراتب الذي أتقاضاه هل هو صحيح؟ ابتعد عنها ما دامت مشتبهة وفيها شيء يريبك أو تتيقن منه أنه حرام، عليك اجتناب هذه الشركة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يقول: وجدت في رجلي بعد الوضوء والصلاة شيء ملتصق في الرجل فأزلته، فما حكم الصلاة والوضوء؟ إذا كان لم يصل الماء إلى ما تحته فإنك تزيله وتتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن وضوءه، أن يرجع ويحسن وضوءه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الجمعة بكم تنعقد من المصلين؟ الصحيح أنها تنعقد بثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، هذا أقل ما تنعقد به صلاة الجمعة، ثلاثة. نعم. يقول: نحن عمال في مزرعة، وأثناء الأذان نضع شريط مسجل للأذان ونضعه في الميكروفون. لا، يؤذن واحد منكم ولا يكفي الشريط، يؤذن واحد منكم بالميكروفون لينال الأجر ويؤدي الأذان، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد أن يؤديها مسلم مكلف، ولا يكفي الشريط. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. يقول: بالنسبة للعزاء لمدة ثلاثة أيام، هذا هو ديدننا، فنحن نستقبل المعزين ونقوم بذبح الذبائح والأغنام والخراف، وكذلك إعداد الوليمة من الخضروات والفواكه. هذا بدعة منكرة، لا يجوز إقامة حفل أو استقبال المعزين ثلاثة أيام وعمل ذبائح لهم، هذا خلاف السنة. السنة العكس، أنها يعمل طعام بقدر ما يكفي المصابين يقدم لهم. قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر، لما استشهد رضي الله عنه في وقعة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. فلا يجوز هذه الحفلات وهذه المآتم التي تقام ثلاثة أيام، يفرش المكان أو خيام أو تنصب أو غير ذلك، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، وإنما العزاء أيسر من ذلك، أن تعزي من لقيته من المصابين، قل أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، أو تتصل إليه الجوال أو التلفون وتعزيه، وهذا يكفي عن الاجتماع وعن هذه الآثار والأغلال التي يعملونها. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة يقول: لإدراك تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات، أو أنها يا شيخ تبقى قائمة حتى نهاية الوقوف قبل الركوع؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ويؤديها وهو قائم، ويلحق بالإمام بعد ما يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم، يلحق بالإمام ساجدا راكعا أو ساجدا أو جالسا. نعم. كيف يقول: أحقق الورع والخشية، وهل لهذه الورع والخشية أناس يعني متخصصين، بحيث بأنني لا أقدر على هذه الخشية وخصوصا الخشوع في الصلاة؟ يا أخي، الخشوع والخشية هذا شيء يجعله الله في قلب العبد، ما لك حيلة في ذلك إلا أن تحسن النية وتستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، وتؤدي ما وجب عليك من الفرائض، وتبتعد عما يشوش عليك طمأنينة والخشية، لا تدخل فيها وأنت بحضرة طعام تشتهيه، ولا وأنت حاقن للبول أو الغائط، فلا بد أن تتفرغ من الشواغل للدخول في الصلاة لتكسب الخشية والطمأنينة فيها. أما إذا دخلت فيها وأنت مشغول بفكر بشيء، هذا يذهب الخشية أو يقللها. نعم. هذا سائل أرسل بهذا السؤال، يقول: هل كل ما نسب إلى الجاهلية يكون من
الكبائر أم هناك تفصيل؟ كل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم من أمور الجاهلية، كل ما نسب إليها فإنه محرم، إلا الأشياء المباحة المشتركة، الأشياء المباحة المشتركة بين الناس والتي هي من مصالح الناس فهي لا بأس بها في الجاهلية والإسلام. أما الأشياء الخاصة بالجاهلية فهذه لا يجوز للمسلمين أن يستعيدوها وأن يقيموها. نعم. يقول: أرجو أن تشرح الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الآية واضحة أن الشرك لا يغفر، لا بد من التوبة الصادقة وترك الشرك والتزام التوحيد، أما المشرك فلا يغفر الله له إذا مات على الشرك، فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا بالتوبة من الشرك قبل الموت، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من الكبائر التي دون الشرك هي محل المغفرة من الله، قد يعاقب عليها وقد يغفرها لصاحبه، فاجتناب الشرك هو من أسباب المغفرة، مغفرة الكبائر والذنوب. نعم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول: وأرجو أن تشرحوه، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحديث واضح في أن هي أولا الصلاة على الميت وأنها فرض كفاية، لا بد أن يصلى على الميت، يصلي عليه من تصح صلاته من المكلفين، وكل ما كثر المصلون على الميت فهو أفضل، كل ما كثر المصلون على الميت فهو أفضل، وهذا الحديث مما يدل على ذلك، على أن كثرة المصلين على الميت أن هذا أفضل، لأنهم يشفعون له عند الله، الصلاة على الميت شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يدعى له بالمغفرة والرحمة والجنة وغير ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، سجل مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة، وهذه تحية من مسجل هذه الحلقة الزميل عبد الله المواش في مكتبة الشيخ بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.